السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بالجميع. مرحبا مرة أخرى مع درس جديد من قواعد اللغة الإنجليزية من كتاب Understanding and Using English Grammar. الكتاب من إبداع بتزار تقديم إسلام طاجن، والنهاردة الدرس الثالث في الفصل 15 بعنوان Using Infinitives with To and Enough. هنتعلم النهاردة structure جديد بتقدر تستخدمه في الجملة باستخدام كلمة Enough واستخدام كلمة To، إن بيجي بعدهم الإنفينيتيف اللي هو To ومصدر اللي هي To والفعل مصدر، ولكن مع اختلاف ما بين الاثنين. هنعرف ان في منهم بيجي بعدهم الادفيرب والادجكتيف، وفي منهم اللي بيجي مع الناون، وممكن يكون الناون يجي قبله او يجي بعده. استعدوا انك تعرفوا الاستراكشر ده، ورقه وقلم وتسجل الموضوع ده عندك عشان ما تنساش، لان في ناس كتير بتغلط في الموضوع ده، مع مراعاه ان ممكن عادي لو دي جت مكان دي، بس دي في نقطه معينه واحده هتعرفها ان شاء الله في الدرس. هذا بالله التوفيق، ما تنساش دعمك المباشر، لايك شير سبسكرايب، فعل زر الجرس. عندك اشعار فوق في كل حلقات الكتاب من اول درس لاخر درس في قواعد اللغه الانجليزيه، وعندك في كتب اخرى مشروحه موجوده في وصف الفيديو. من المهم جدا انك تفعل الجرس علشان يصلك اشعارات بالدروس القادمه ان شاء الله، سواء من الكتاب ده او كتب اخرى هيتم شرحها باذن الله سبحانه وتعالى على القناه. جاهزين؟ بسم الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. using infinitives، واتفقنا ان الانفينيتيف يبقى قصده على to وفعل مصدر to، ويجي بعدها البيز فورم للفيرب. تمام. with to، to اللي هي to اللي هو زي بتساوي so او very او جدا يعني. وقلنا قبل كده ان دي اداة من ادوات الانتنسفايرز، الكلمات اللي تستخدم للتشديد، تعطيها درجة قوية او تضعفها. تمام. and enough، عارفين ان كلمة enough بمعنى sufficient، حاجة كده فيها اكتفاء، كافي او كفايه. تمام. طب نشوف كده. compare، الاول هنبدا مع to. that box is too heavy for Bob to lift. ركز معايا، خلينا كده اعلم لك هنا على الجزئيه دي. انت عندك هنا to صح، وجاي بعدها heavy، يبقى to جاي بعدها الادجكتيف، او ممكن يجي بعدها adverb خلي بالك، وجاي هنا بعدها بشويه to lift. ايه الرول هنا، ايه القاعده بتاعتنا هنا؟ انا عايز اقول لك ان لما يجي to ويجي بعدها adjective او adverb، هيجي بعدها to ومصدر، يجي بعدها to ومصدر، او انك ممكن تستخدم الاسلوب ده، مش شرط انك تستخدمها. بس انا ممكن اقول لك حاجه مثلا، this cup of tea او this tea، الشاي ده is too hot to drink، حار لدرجه انك ممكن ما تشربوش. خلي بالك هو بيعطيك حاجه زي negative thought. طب ركز كده، that box is very heavy but Bob can lift it. ايه اللي حصل؟ ما نفس الجمله اللي فوق، مش تو بتقول لي زي فيري، ولكن الاستراكشر بتاع كلمه تو غير فيري. الصندوق ده ثقيل جدا، ايوه، ولكن باب يستطيع حمله. ايه ده؟ يعني كلمه تو بتعطيك ايحاء ان الشيء ده الدرجه بتاعته عاليه شويه. طالما انت جبت هيفي يبقى تقيل قوي لدرجه ان انا ما اقدرش اشيله. طب فيري هو ثقيل، بس باب كان ليفت ات، يستطيع ان يحمله. يبقى اول استراكشر عندك تو، يجي بعد، خلينا نكتبها لك هنا عشان ما ننساش. يبقى انت عندك to، يجي بعدها adjective او adverb، وبعدها تيجي to، وبعدين يجي الانفينيتيف فورم للفيرب. طيب خلينا نصغرها شويه، نخليها مثلا هي 16 14 مناسبه، ونخلي اللون يكون مختلف احمر عشان تبقى واضحه شويه. تمام كده كويس. يبقى انت الرول هنا عندك تو، عشان لما نيجي نكتب في enough يبقى انت فاهم احنا بنعمل ايه. قالك في الشرح in the speaker's mind في تفكيره وفعله كده بيقول ايه، the use of to implies a negative result. يعني استخدام تو بيعطيك كده ايحاء بالنفي، بالسلبيه، يعني مش هو ده اللي هو عايز يوصله لك. فلما اقول لك تو جود، هو مش شاط، مش حلو قوي كده، ده هو تو جود انه يعمل كذا. تمام. يعني مثلا اقول لك عايز مثال سهل عليك كده، this book is too easy، this iPad، الايباد ده is too expensive to buy. حلوه دي، الايباد is too expensive، غالي to buy، انك تشتري. يبقى انا بديك نيجاتيف ريزلت ايه، انك مش هينفع تشتري لانه غالي. غير لما اقول لك
this iPad أو الآيباد is very expensive but I or you can afford it. هو غالي أوي بس أنت تقدر تشتريه، أنت تقدر تدفع فلوسه. فهمت الفرق ما بين very to type؟ يبقى الستراكشر بتاع to، to adjective أو adverb، يجي بعدها to والمصدر to to، ولكن في فرق، to الأولاني 2 O، to الثانية O واحدة. تمام. في احيانا بعض الناس او بعض الرولز بيربط قاعده تو تو بقاعده ثانيه سو ذات، بحيث ان في عندنا adjective في النص. بمعنى ايه؟ That box is so heavy that Bob can lift it او can't lift it. تبقى can't لان انا مش هقدر يشيله. Can't lift it. That box is so heavy that Bob can't lift it. قال لي لما بتستخدم so with that الصفة بتيجي في النص، تقع في النص، هي مش في الرول، مش في قاعدة النهاردة، بس مرتبطة. بس عايز أفهمها لك إن في أحيانا رولز مرتبطة بقواعد تانية، لما نيجي نوصل لها تلاقي الاتنين مع بعض. قال لك ممكن تستخدم بدل to to تحط to، تحط so والصفة اللي كانت بعد to وتحط that، بس بعدها تجيب جملة sentence. في حين إن هنا قال لك for Bob to lift، ما هياش sentence، ده تعتبر فريز عادية، ولكن الجملة بتيجي بعد so that في الغالب لازم يكون فيها can أو could. can إذا كانت الجملة present، could إذا كانت الجملة ماضي. ودي معلومة ليك خليها على جنب كده. قال لك in A اللي هو that box is too heavy for Bob to lift. It is impossible for Bob to lift that box. مستحيل إنه يشيله. فكل درجة كده إنه مش قادر يشيله. طب in B very heavy. قال لك in B very heavy it is possible but difficult for Bob to lift that box. هو مش مستحيل بس هيبقى فيه صعوبة عليه، ممكن ايده توجعه، ظهره يوجعه، شوية هيتعب، ولكن الواد راجل وهيقدر يشيله. كلام تمام زي الفل. حاول كده انك تألف لي مثال تحته تكتبه لي في التعليقات لاستخدام الاستراكشر to adjective to. اوكي الموضوع بسيط خالص. It is easy. It is too easy to press like. من السهل كده انك تدوس لايك، ده معناه ان في حاجه مصعبه عليك الموضوع. يا اخي انزل ودوس لايك. شفت الموضوع؟ طيب نجيب كده او ننزل الجزء الثاني. I'm strong or I am strong enough to lift that box. I can lift it. ايه ده؟ ركز معايا بقى. هنا نبدا نستخدم enough اللي هي قلت لك بتعبر عن sufficient، حاجه فيها اكتفاء، حاجه كافيه. فاقول لك I am strong enough، انا قوي كفايه to lift that box. يا سيد ربنا يزيدك. I can lift it، انا اقدر اشيله. طب ركز في الاستراكشر، انا عايزك تركز في التكوين للجمله. هو عمل هنا ايه؟ خلينا كده نتاكد ان 14 14 ورد يبقى مظبوط. طيب شوف يا بطل، الاول جاب الادجكتيف اللي هو strong صح، وبعدين جاب enough. عايزك تركز معايا. يبقى هو هنا في enough استخدم الادجكتيف الاول بعدها، وبعدها جاب تو، وبعدها جاب الانفينيتيف فورم للفيرب، لان احنا عندنا اناف هتلاقي فيها اكتر من شكل وهتعرف ازاي. طيب خلي بالك ده باترن 1، في لسه 2 باترنز كمان غير دي، مش عارف اكتبهم فين، مكان صغير. طيب يبقى احنا عندنا لما قالك سترونج اناف الصفه جت الاول وبعد كده جت اناف، مش كده؟ الصفه جت الاول وبعد كده جت اناف وبعد كده جه تو والمصدر. كلام طيب. قالك في دي I have enough strength. ايه ده؟ ده strength مش adjective ولا adverb، ده noun. ده جاب الاول enough صح، وبعدين جاب noun صح، وبعدين قالك to، وبعد كده الانفينيتيف فورم للفيرب الفعل مصدر اهو. I have enough strength to lift that box. انا عندي قوه كفايه ان انا اشيل الصندوق ده. طب شوف الاستراكشر اللي بعده. I have strength enough to lift that box. ايه ده؟ هما يقعدوا يلعبوا بينا. المره دي جاب النون الاول وبعد كده جاب enough وبعد كده جاب to وبعد كده جاب الانفينيتيف. طب هو مين فيهم الصح؟ التلاته صح. استخدمت الصفه قبل enough انت صح، استخدمت بعد enough noun انت صح، استخدمت النون قبل enough انت صح. بس في فرق صغير زي ما قلت لك في بدايه الحلقه. enough والنون، enough والنون ده يعتبر الانفورمال، ده المعروف بالنسبه للناس. اما النون وانف هو الفورمال،
اللي انت محتاج تكتبه في الاكاديميك رايتنج والكلام ده، ولو كتبته في الرايتنج هيعدي لانه معروف مألوف بالنسبه للناس. نشوف الشرح كده. enough follows an adjective. اوكي enough يجي بعدها الادجكتيف، يجي قبلها الادجكتيف سوري، follows an adjective هي اللي تتبع الصفه. تمام زي سي كده مثلا يقول لك ايه، the street is not wide enough، الشارع ما هوش واسع كفايه. وفي الغالب على فكره enough بتيجي في جمل منفيه زي ما قلت لك the street isn't wide enough، ولكن ممكن تيجي عادي في جمله مثبته زي ما انت شفت كده. usually enough precedes a noun، عاده ان او عاده ان enough precedes a noun تسبق الاسم. اوكي as indeed in formal English، اما في الانجليزي الرسمي ال written English بالنسبه لنا it may follow a noun as in e. طب ال informal يبقى بالنسبه لك مين؟ اللي هو بتاع ال spoken English اللي الناس بتتكلمه، ال structure d مع الاسم enough ويجي بعدها النون وبيجي بعدها to ويجي بعدها ال verb ال infinitive. تمام سريعا كده شوف كده، that ring is too expensive، الرينج ده الخاتم ده too expensive غالي. negative result I can't buy it، انا مش هقدر اشتريه طبعا. قال لك ايه، that ring is too expensive، غالي جدا لدرجه ايه for me to buy، ليه عليا ان انا اشتري. ممكن اشيل طبعا for me دي ممكن ما نحتاجهاش، ممكن اقول that ring is too expensive to buy، that ring is too expensive to buy، غالي لدرجه ان انا ما اقدرش اشتريه. شوف قال لك ايه، I'm tired، انا مرهق. negative result I can't or don't want to go to the meeting، قال لك ايه، انا مش قادر اروح الاجتماع او ما اقدرش اروح. I'm too tired to go to the meeting، I'm too tired to suffer tired to go to go. تمام شوف كده، it's too late، الوقت متأخر. negative result اوكي ممكن اقول ايه، it's too late to go to the school، الوقت اتأخر ان انا اروح المدرسة، خلاص اتأخرت على ميعاد دخول المدرسة. it's too late to watch the movie، ان انا اتفرج على الفيلم. تمام it's too late to sleep early. بلاش الجملة دي. نقول ايه؟ It's too late to call my friend. الوقت متأخر ان انا اتصل على صديقي، مش هينفع اتصل عليه. Negative result. تمام. It's too cold. Go bad. فكر. I'm too busy. My son is too young. Nuclear physics is too difficult to understand. دي سهلة بالنسبة لي. انت فكر في جملة حبيت تكتب ما تكتبش، مش مهم، المهم انك تكون فهمت الرول، القاعدة، وعرفت to adjective adverb to infinitive. في حالة enough في عندنا three patterns، تلات أنماط أو تلات أشكال للجملة. ممكن تيجي enough قبلها الأدجكتيف تمام ويجي بعدها to والمصدر، ممكن تيجي enough في الأول ويجي بعدها النون وبعدين تيجي to والمصدر، ممكن يجي النون الأول بعد كده enough وبعد كده to والمصدر. أتمنى الدرس النهاردة كان سهل ما تعبتكمش وفهمتوه بكل سهولة، ومحتاجك تركز قوي معايا في الدرس الجاي، في ناس دماغها هيلف مني زي ما نبهت قبل كده. حضر نفسك لدرس قوي فعلا ومن الليفل العالي في الانجليزي للادفانس ليرنرز، متوسط اركن على جنب لو حبيت تلحقنا. اوكي ونصيحه، راجع الافعال اللي بيجي بعدها المصدر تو والمصدر اللي درسناهم في الفصل اللي قبل ده، لان هنحتاج الموضوع ده جامد جدا، لان احنا رايحين ندرس قاعده الباسيف مع الافعال اللي بيجي بعدها تو ومصدر. وزي ما انت عارف الباسيف بيعتمد ان المفعول بيه بنبدا بيه، طب هو اساسا المفعول بيه هيبقى لا بعيد قوي لا مش لاقيينه، لان الفيرب الجمله. خلي الكلام ده الحصه الجايه، اشوفكم على خير في امان الله.